هذا الملتقى الملتقى الجهوي الاول للتراث يندرج ضمن برنامج وطني شهر التراث الذي اطلقه السيد وزير الشباب والثقافه والتواصل تحت شعار من جيل الى جيل. يهدف هذا البرنامج هذا الملتقى الى التحسيس والتعريف بالتراث الوطني عامه وتراث الجهه خاصه. نستهدف من الطفل الناشئه الشباب الى عموم المواطنين. نريد تقريب التراث من المواطن من خلال انشطه سوف تقام سواء في عماله الدار البيضاء عماله سيدي البرنوسي هذه السنه او اقليمي جديده من سيدي بن نور واقليم سطات بن سليمان. وكيتضمن هذا الملتقى مجموعه من الانشطه ورشات تحسيسيه حول التراث لفائده التلاميذ، محاضرات وندوات، دوره تكوينيه للاساتذه في التراث، يعني سهرات فنيه تراثيه، مسرح الطفل، مسابقه الانامل للدوره الثالثه، زياره مؤطره للمآثر التاريخيه. وهذا الملتقى هو منظم بتعاون مع مقطعة سيدي البرنوسي، المديرية الإقليمية الشباب بسيدي البرنوسي، يعني إقليمي المديرية الإقليمية الجديدة سيدي بن نور، المديرية الإقليمية للسطات بن سليمان، كذلك جمعيات المجتمع المدني ومؤسسات تعليمية خاصة وعامة. كنستهدفوا لأن الطفل هو مستقبلنا، يعني لما حسناش الطفل خصوصا في هاد الظروف الحالية، يعني زمن معاصر جدا، يعني ضرورة أننا نزرعوا فيه حب التراث من الصغر. والأطفال اللي كاينين دابا كاينين بزاف الأطفال اللي هما مشاركين في المسابقة واللي هما متوجين، وحتى اللي توجوا العام اللي فات هما مدعوين طبيعة الحال في الاحتفال لأن جائحة منعتنا باش نديروا لهم الحفل ديالهم. وإن شاء الله نوصلوا لهذا الهدف ويكون الملتقى ناجح باش يتعاد عدة جهات. كيشرفنا الحضور بين دورانين فعاليات المجتمع المدني، فنانة وعلى جميع المستويات، مجموعة السهام دائما وأبدا تؤتي هذه الفضاءات وهي ربط الماضي بالحاضر، وللتذكير بأن مجموعة السهام حاضرة من خلال موروثها الثقافي للحفاظ على الهوية المغربية والثقافة المغربية بامتياز. هو في الحقيقة هو نشاط يلامس جميع الأطياف بما فيهم الأطفال، شباب، شيوخ، لأن هذا موروثنا الثقافي ويجب الحفاظ عليه. ولا أدل على ذلك الحضور المكثف للفعاليات والتعطش إلى ما هو تراثي وما هو أصيل مغربي في الحقيقة، فهذا يشرف الثقافة المغربية. وربما سيؤتي هذا الحضور سيد وزير الثقافة، هذا دليل على أن الحفل قيم ومستوى عالي جدا من التنظيم والحكمة الجيدة. كنتمنى نكونوا موفقين في هذا الحفلة ونكونوا خفاف عليكم. مجموعة السهام غادي عندها ريبيرتوار غني، واليوم غادي نحاولوا نوظفوا القطع اللي هي أكثر ملامسة للتراث المغربي الأصيل. اليوم في هذا الملتقى هذا جينا باش جيت نآزر الزملاء ديالي، نحيو صلة الرحيم في هذا الملتقى هذا، وهذه بادرة طيبة أننا نعاودوا نتلاقاو عاوتاني ونتلاقاو مع الإدارة ديالنا اللي هي وزارة الثقافة بشخصها السيد الوزير. والتظاهرات راه هما اللي تيخليو الفنان ديما كاين، هما اللي هذا إشعاع وطني خص يدار وخص يكون على المدى العام كامل ان شاء الله. المشاركه ديالنا اليوم في هذا الملتقى الجهوي للتراث هو مشاركه شرفيه، تحتنا الفرصه بان نشارك في هذا الملتقى اليوم البدايه والافتتاح ديالو اليوم، وهي بادره طيبه تنهجها المندوبيه او المديريه الجهويه للثقافه في جهه الدار البيضاء سطات، من اجل اعطاء واحد الدفعه قويه للتعريف بالتراث المغربي الزاخر، التراث المغربي الذي يمتد من الشمال الى الجنوب، من الشرق الى الغرب. ومعلوم ان التراث المغربي راه سبحان الله هذه البلاد المعطاء، حبها الله بالجغرافيا، حبها الله باختلاف التدارس، ولكن حبها الله بثقافه متعدده الاجنحه. فالثقافه هذه متجسده في هذا التراث ديالنا الوفير، التراث ديالنا الغني اللي لازم نحافظوا عليه، ولازم لان الاجيال المقبله ان شاء الله تلقاه حي وتلقاه مازال موجود بالطلع عليه، لان فيه
تاريخ وفيه كثير ما 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 يعبر فيه من خلال عن المغرب وعن ثقافته وعن تاريخه. فهذه التظاهرة هي تظاهرة تجمع الكثير من الفنانين والمثقفين، تظاهرة اللي إن شاء الله نتمناها صادقين أن تستمر إلى 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 إلى, إلى ما لا نهاية، لأنها تعطي دفعة قوية للتاريخ المغربي. هو أتيحت لنا الفرصة لمشاركة ضمن هذه السهرة الافتتاحية كضيوف شرف، ومجموعة السهامية معروفة منذ 40 سنة لاشتغالها على التراث في مختلف مضامينه الكتابية ومختلف مضامينه الإيقاعاتية وكذلك في الألحان. وهو شرف لنا أن نشارك كضيوف، ماشي كضيوف شرف ولكني كحلقة مهمة في إطار هذا التراث المغربي الأصيل اللي كنتمنوا صادقين بأن يبقى الجميع يشتغل عليه والجميع يعطيه الجهد ديالو باش يبقى الثقافة المغربية عالية إن شاء الله.